ووصلنا لفقرتنا الطبية يا سمر. رح نحكي كتير مشهوف الزوجين ببداية زواجهم بيتأخروا بالإنجاب، بصيروا بيعملوا كتير من التحاليل، كتير من الفحوصات، ولكن ممكن يتأخروا سنة وسنتين وثلاثة، ممكن يعني يكون عندهم، ما يقولوا لهم دكاترة ما عندكم أبدا مشاكل. رح نحكي أكثر عن تأخر الإنجاب مع الدكتور معتز شويش، اختصاص بولية تناسلية. صباح الخير دكتور. يسعد لي صباحك وصباح أهلا الخير. وسهلا الله فيك. يخليك. صباح الورد. يسعد صباحك صباح دكتور، الخير. صباح وأهلا الورد. وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نحكي عن تأخر الإنجاب، تأخر الحمل، وكمان نحكي إمتى التأخر بيكون طبيعي. هلا بشكل عام إمتى فينا نقول نحن صار عندنا تأخر إنجاب؟ تأخر الإنجاب لما يصير في حوالي سنة من الممارسة الطبيعية بين الزوجين دون الوصول إلى حالة الحمل. يعني لازم الزوجين يحاولوا لفترة سنة كاملة يوصلوا لمرحلة الإنجاب بالطرق الطبيعية، وبعد سنة إذا ما صار حمل خلال هالفترة وقتها نحن فينا نقول إنه في عندنا مشكلة بتأخر الإنجاب ولازم الطبيب يتدخل بهالقصة هاي. أكيد. وإمتى التأخر بيكون طبيعي؟ خلينا نحكي عن المدة، يعني 6 شهور، سنة. هلا كمان بشكل عام برأيك ببلشوا الأشخاص يقلقوا يقولوا عندهم صار مشكلة طبيعية؟ يعني من أول شهر بتحسيهم. هلا هذا القرار طبعا هو يتعلق بالزوجين إمتى بدهم حابين يجيبوا أولاد. في ناس بتقول لك أنا بحابب أتأخر شوي، في ناس بتقول لك لا أنا هلا مباشرة بحب أجيب أولاد. على كافة الأحوال الموضوع بينطلق من اللحظة اللي بيقرر فيه الزوجين إنه يجيب أولاد. تمام. هلا المحاولة لازم تكون بشكل صحيح، ما يكون في يعني شيء أثر على المحاولة مثل ضعف الانتصاب أو أي قصص ثانية، يكون محاولة جدية بتوقيت معين صحيح من الزوجين. هلا على كافة الأحوال أنا بنصح بشكل عام لما يصير في محاولة جدية للإنجاب ويمرق 6 شهور، تمام، أول 6 شهور ما يصير في إنجاب مع المحاولة بكافة الطرق الموجودة، أنا بنصح مباشرة ولو استشارة بسيطة إنه شو بتنصحنا طبيب شو نعمل؟ مشان بركي نقدر نحن بالطرق الطبيعيه بغض النظر عن الادويه او التدخلات الثانيه الجراحيه انه نساعدهم ليوصلوا للحمل اللي هن بدهم اياه قبل ما تمرق فتره السنه، لانه بعد فتره السنه نحن رح نبلش نعمل انفستيجيشنز واستقصاءات والقصص لنعرف نحن ليش هالتاخير صار. تمام دكتور، يعني دائما بنشوف الصبايا عم يعانوا خاصه يمكن من اللايف ستايل الغلط، الاكل الغلط، عم يعانوا كثير من الانجاب، بيروحوا عند الدكتور بيعملوا كثير من الفحوصات والتحاليل وبيتابعوا وضعهم عند الدكتور النسائيه، بيقول لهم ما فيكم شيء بس استنوا ريحوا نفسيتكم. خلينا نحكي عن ارتباط النفسيه بالانجاب، وهل صحيح يعني انه السيده اذا ما كانت عم تعاني من شيء وحتى الرجل اذا ما عم يعاني من شيء بيتاخر اكثر من سنه وبعد السنه ممكن يصير؟ هلا حسب احصاءات البورد الالماني والبورد الاوروبي بيقول لك انه في 29% من الحالات مو معروف شو سبب تاخر الانجاب. تماما. يعني بما معنى انه انا بفحص الزوجه وبفحص الزوج بلاقي كل شيء طبيعي بالنسبه لهم. هلا بشكل عام موضوع الانجاب وتاخر الانجاب هو عباره عن تيم وورك بين طبيبين، مو بس طبيب واحد اللي هو طبيب الجراحه البوليه بالنسبه للذكور وطبيب النسائيه اللي هو بالنسبه للنساء. يعني نحن لما بصير في تاخر انجاب للمرحله اللي نحن حكينا عليها مرقت اكثر من سنه وصار عندنا التاخر بالانجاب، نحن مباشره بصير مثل تيم وورك مع طبيب النسائيه، نحن بنهتم بالذكور كطبيب جراحه بوليه تناسليه وطبيب النسائيه بيهتم بزوجه المريض بحيث انه ننبههم على اسس معينه في الحياه. هلا بشكل عام اخر توصيات نحن لازم ننتبه على 3 شغلات. الشغله الاولى هو موضوع الطعام اللي حضرتك حكيتي عليه. يعني لازم نكثر هي اللي حكينا عليه انه يفضل بعد 6 شهور ولو يسالوا الطبيب شو رايه شو فينا نتدخل في الموضوع اللي هو اللايف ستايل اللي حضرتك عم تحكي عليه، اللي هو اول فتره نحن بننبههم على الاسس كلاتي قبل ما ندخل بمرحله السنه والتداخلات والقصص والاستقصاءات. هي 3 شغلات على كافه الاحوال. الشغله الاولى هو موضوع الطعام اللي هو انه يكثر الخضره والفواكه. تمام. بيقولوا لي كمان المكسرات فيها نسبه عاليه من المواد والفيتامينات والمواد المعدنية اللي هي بتدخل في حركة النطاف مثلا وحتى النشطة بالنسبة للنساء. تقليل من المواد الدسمة عالية، الدسمة العالية، الإشباع، يعني هاي المواد اللي هي لها تأثير كبير على الموضوع الجسم والصحة العامة بالنسبة لهم. ننتبه لموضوع الأمراض مثلا إذا واحد عنده سكري أو عنده ارتفاع ضغط ينظم أموره. يعني كتير مهم أنه إحنا نعالج إذا في حالة مرضية معينة أنه إحنا نعالج هذا الموضوع كمان. ثاني شغله موضوع الحركه، يعني يفضل انه كل انسان ولو يوميا او كل يومين يمشي من 30 دقيقه ل 45 دقيقه بعيدا عن الستريس كله، لانه اثبت انه الستريس بحد نفسه هو عباره عن عامل اساسي بموضوع التاثير على فعاليه الاعضاء
مو بس التناسلية، فعالية الأعضاء بالجسم كله، حتى أنه بتأثر حتى بيقولوا لك على حركة النطاف وفعالية النطاف على المدى البعيد. فهي الأسس الأولية نحن بننبه عليهم. الشيء الثالث المهم اللي هو مهم كثير بالنسبة لسيستم عمل التشكل النطاف أو تشكل الإباضة، هي النوم لمدة على الأقل الراحة لمدة أكثر من 6 ساعات يوميا، لأنه هذا الشيء بيريح الدماغ وبيريح كمان أهم الدماغ، الغدة النخامية الموجودة في مقدمة الرأس اللي هي مسؤولة عن تنظيم أمور كل شيء موجود داخل الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية. يعني كل الأعضاء الأنثوية والذكرية يتم التحكم فيها عن طريق الغدة اللي تسمى الغدة النخامية الموجودة في مقدمة الرأس اللي بتحكم فيها الدماغ. فكل ما كان الدماغ ريلاكس وكل ما كان مرتاح وكل ما كان بعيد عن الاسترس، كل ما كان وظائف هاي الغدد أقوى وكل ما كان فعالية الأعضاء التناسلية. أكيد دكتور، خلينا نحكي عن العوامل الثانية. طلع عنا العوامل الوراثية وفي عنا كمان زيادة الوزن قد ايه ممكن تأثر. خلينا كمان نحكي عن العمر قد ايه ممكن يأثر. عن كمان التدخين، خلينا نحكي عن هالأشياء. هلا بالنسبة للأسباب، خلينا نقول أسباب تأخر الحمل. في عنا نحن إذا بنعرف آلية الحمل، هي عبارة عن إنه مثلاً عند الذكور الخصيتين لازم تكون قادرة على العمل بشكل كويس لإنتاج نطاف قوية جداً بحيث قادرة على الولوج إلى داخل الأنثى والوصول إلى البويضة وتلقيح البويضة. فنحن بالنسبة إنه نحن كجراحة بولية نحن هلأ نحكي بالنسبة لنا اللي هو الذكور، الخصيتين يعني أساسيتين لازم يكون في صحة عامة جيدة بحيث يكون في عنا إنتاج نطاف كويس من داخل الخصيتين يعطي يؤدي إلى الإنجاب. فأي شيء بيأثر على عمل الخصيتين يؤدي إلى تأخر الإنجاب. طبعا في عنا عوامل كثيرة، العوامل الأساسية اللي هي مثل ما حكيتي البداني إلى تأثيرين على الموضوع. أولا بتقلل نسبة التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة داخل الجسم، وعملية البداني كمان بتؤدي إلى تسخين المنطقة التناسلية بشكل عام، فتؤدي إلى أنه رب العالمين حط الخصيتين خارج الجسم لأنه هي بدرجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم. فلما بيكون في بداني بيكون عندي أنا زيادة تسخين لهالمنطقة، فبصير في عندي تأثر في موضوع النطاف. الموضوع الثاني الموضوع الخصيتين هو الالتهابات المتكررة، خاصة الالتهابات الجنسية ننتبه منها بشكل كتير، لأنه أي التهابات جنسية يمكن تؤدي إلى مشاكل في الخصيتين فتؤدي على المدى البعيد إلى ضعف الإنجاب. الأشياء الثالثة اللي هي مثل ما حكينا أحيانا هي بيولد الطفل فيها أو الإنسان فيها، هي المشاكل، هي مشاكل نقل النطاف من مكان الخصيتين إلى مكان الإيلاج. فأحيانا هاي الطرق بتكون مسدودة بسبب من الأسباب، سواء سبب التهابي أو سبب وراثي، إنه هو بيولد مسكرين، هو ما بيعرف هالشي لحتى يحاول لمدة سنة وما عم يجيب أولاد. فلما بنطلب إنه نعمل فحوصات فبنلاحظ ما في أي نطاف داخل السائل المنوي، فنحن بنتوجه إنه قد يكون السبب انسدادي بهالمراحل. طبعا إضافة إلى مثل ما حكيت الدراسة الوراثية اللي هي غالبا بتبين على الشخص إنه عنده هو مشكلة وراثية بالصبغة إبسلون واي اللي هو بيساهم بهالموضوع وبهالقصص. فيعني نحن بنتوجه من خلال هالموضوع. هاي الأسباب اللي لها علاقة من تحت. في الأسباب الثانية اللي حكينا عليها اللي هي منطقة الدماغ اللي مسيطر على هالموضوع، في حيث أنه أحيانا منطقة السيطرة بيصير فيها خلل لأحد الأسباب، سواء فرط نشاط أو نقص نشاط، بيؤدي إلى التأثير على الهرمونات اللي بتأثر على المنطقة اللي تحت فبتخليها ما تشتغل بشكل كويس، وبتؤدي إلى نقص فعالية الخصيتين ونقص نتاج الخصيتين، وبتؤدي إلى بالنهاية إلى تأخر الإنجاب. موضوع مهم جدا كمان اللي بيلعبوا برياضة اللي بيحقنوا حالهم كتير تستوستيرون أو كورتيزون من برا، بدهم ينتبهوا حالهم بشكل كبير، لأنه من خلال إعطاء التستوستيرون بكمية كبيرة الجسم بيتفاعل مع الموضوع بحيث أنه بالنهاية الغدة النخامية في الرأس بتقول ما في حاجة إني أنا أشتغل، فبصير بمرحلة التصبيط بحيث أنه أول هو ما يوقف الأدوية الأشياء اللي هو عم ياخدها، فجأة بيلاحظ ببلش عنده الضعف الجنسي، تأخر الانتصاب وأي والآثار الثانية لنقص التستوستيرون لأنه هو أخل بالتوازن التستوستيرون داخل الجسم. نعم دكتور، نحن بنشوف كتير من الاقتراحات العلاجية من خلال الأعشاب أو من خلال الأدوية، قيل عن قال أو من خلال السوشيال ميديا أو من خلال خلطات هي تسويقية تجارية، بعيدا يعني صرنا كلنا نعرف قديش هذا الشيء هو تجاري فقط. نحكي عن هذا الشيء ممكن يضر للمدى البعيد إذا نحن بعيدا عن استشارة الطبيب تم المعالجة عن طريق الأعشاب أو عن طريق قيل عن قال. طيب هلأ الموضوع مهم بالتوقيت تبعه، مثلا له علاقة قديش عمر الزوجة وقديش عمر الزوج لما هم بدهم يبلشوا بموضوع الإنجاب، يعني هن معهم وقت طويل ولا ما معهم وقت. مثلا زوجة قربت على 40
وحابة تجيب بيبي بسرعة، هون هاي النقاش بيصير بهالمرحلة، موضوع مواد المواد الغذائية الطبيعية ولا موضوع المواد الكيماوية، وحتى التدخل بموضوع حقن البويض النطفة داخل البويضة والتلقيح الصناعي والأصف. بكافة الأحوال أي شيء طبيعي ما بضر، المهم بهذا الشيء الطبيعي اللي هن عم ياخذوه يحتوي على المعادن الأساسية والفيتامينات الأساسية اللي هي اللي حتساعد. نحن بالنسبة لنا كجراحة بولية الطرف الذكري اللي بتساعد على جعل النطفة أكثر فعالية وأكثر قوة، بحيث تكون لما توصل لداخل الجهاز التناسلي الأنثوي قادرة على الوصول للبويضة وإحداث اللقاح. بشكل عام كل شيء يحتوي على الفيتامين إي، كل شيء يحتوي على الفيتامين سي، كل شيء يحتوي على مادة السيلينيوم، وكل شيء يحتوي على مادة الزنك بأي مواد طبيعية موجودة عنا هو شيء ممتاز، لأنه هو بيحرك المحركات، بيعطي مثل ما بيقولوا الطاقة للمحركات الموجودة في رأس البطاطس. طب هدول اللي ذكرناهم وين موجودين كأطعمة طبيعية؟ خضار، فواكه، حمضيات، عندك الزبيب مثلا، عندك مثلا بيقولوا لك اليانسون الأسود فيه يعني نسبة عالية من هالقصص، يعني ما هي غالبا موجودة بكل الأكل اللي عم ناكله اللي ما فيه دسم عالي، اللي هو الخضرة والفواكه. مجرد ما واحد نوع الخضرة والفواكه وأكل صحي ولعب رياضة بشكل صحي وتحرك بشكل صحي وبعد عن الاسترس ونام بشكل كافي، هاي الأمور ضمن. طبعا ما شاء الله نحن عندنا بسوريا عندنا كمية فواكه كتير بكافة الأنواع مو موجودة بباقي البلدان، فمجرد هو ما التزم بهالأكل هذا والتزم بالأكل الصحي وبعد عن الأشياء الضارة اللي حكينا عليها، التدخين، الكحول وهالقصص كلها، هاي القصص بتنشط الجسم بحيث انه بتصير مو بس تنشيطه على العضلات وعلى القوه، حتى على فعاليه الاعضاء ومن ضمن الاعضاء الخصيتين واللي ما بتفرز واللي بتفرز واللي هن النطاف بالنهايه. اكيد دكتور، هلا كثير يمكن عم يتابعنا صار عندهم حالات تاخر حمل، ممكن تنصحهم شو هي الفحوصات اللازمه عند تاخر الحمل، خلينا نحكي عليهم، والعلاجات المناسبه، وايمتى ممكن نحن نلجا لطفل انبوب؟ تمام. هلا بشكل عام نحن بمجرد ما صار عند كابلز اثنين متزوجين موضوع تاخر النطاف، نحن اوتوماتيكيا بننصح الزوجه تروح على طبيب النسائيه مشان تعمل فحص الايكو عبر المهبل او عبر البطن مشان تشوف وضع المبيضين، وتعمل شويه فحوصات للهرمونات الانثويه والهرمونات الغده النخاميه مشان نشوف انه شو المشكله عندهم. هي بالنسبه للطرف النسائي. بالنسبه لنحن كطرف الذكوري اهم شيء نحن نعرف اول شغله لازم نعمل ايكو للخصيتين لنشوف المولد المصنع للخصيتين شو وضعه، لانه احيانا بيكون في ورم داخل الخصيه هو اللي عم ياثر على الموضوع. طبعا. او بيكون في دوالي للحبل المنوي اللي هي عم مثل الدوالي تبع الساقين، بتكون في تفرعات وريديه شديده فوق الخصيتين، بحيث هذا بيعمل كمان تسخين للخصيتين بياثر على عدد وحركه النطاف بالنهايه. هذا اهميه الايكو رقم واحد، اضافه لتشخيص الالتهابات بنوعيها الحاد والمزمن. ثانيا فحص السائل المنوي لازم يكون بشروط معينه اللي هو الامتناع عن الممارسه لمده 3 إلى 4 أيام، وباليوم الرابع او الخامس بيعمل فحص السائل المنوي، ومن خلال فحص السائل المنوي نحن فينا نشوف البي اتش اللي هو حموضه السائل المنوي، حجمه، فينا نشوف تعداد النطاف، حركه النطاف، والاشكال الحيه والاشكال الشاذه بالنسبه له. انطلاقا من هدول نحن بقى نتوسع، يعني اذا كان فحص الايكو كويس وفحص السائل المنوي كويس والزوج كويسه من لهم انتظروا. تمام. يعني خلص معناتها الاثنين ما فيهم شيء. قد ايه لازم ينتظروا؟ هلا الموضوع له علاقه بالوقت اللي هن فيهم ينتظروا فيه، له علاقه بعمر الزوجه هو بشكل عام اكثر من الرجل، لانه الرجل قادر على الاخصاب طول حياته، بس النساء ابتداء من 40 و42 بيصير الوضع شوي صعب ومكركب بالنسبه لها، فهو التوقيت والقدره على الانتظار. يعني انا بعرف قبل ما قدروا ينتظروا 6 شهور بدهم بيبي بسرعه، بيحبوا بعض كثير. في ناس حبت تنتظر سنه، في ناس قعدت 10 سنين وهي عم تنتظر. يعني هي العلاقه بقرار الزوجين امتى هن واحد يتدخل. يعني انت ما فينك تتصي عليهم تقول لهم صار عندك ولد ولا لا، ان بدهم القرار ينبع منهم ويجوا لعندك انه احنا هلا نحن حابين يكون عندنا بيبي. هلا ما دام عندنا ايكو طبيعي، ما في وسائل منوي طبيعي، ما في حاجه لاي تدخل. اذا كان عندي مشاكل مثلا دوالي، تمام، حبل منوي او اي شيء، هون دوالي الحبل المنوي في كثير confusion فيها، امتى انا اتداخل عليها او امتى ما اتداخل عليها. بشكل عام دوالي الحبل المنوي يتم التداخل عليها جراحيا الى عده اشكال جراحيه في حالتين فقط. الحاله الاولى الالم المستمر المتكرر داخل الخصيه، الحاله الثانيه تاخر الانجاب لاكثر من سنه مع تبدلات في السائل المنوي. يعني مو كل مريض دوالي لازم يعمل عمليه، مريض الدوالي بيعمل عمليه اذا كان في تاخر انجاب وعنده مشاكل في السائل المنوي، اما اذا كان السائل المنوي كويس بيتركه بحاله للمرض. واذا عمل عمليه وطاب، واذا عمل عمليه بيكون هلا هي بشكل عام نحن بننتظر فتره 3 شهور.
بس عملية الدوالي هي ليست العلاج للموضوع، عملية الدوالي هي إيقاف السبب المؤثر على الخصيتين ودعمه فيما بعد بموضوع الأدوية وبموضوع المواد الغذائية اللي نحن عم نعطيها. يعني أنا مو بس شلت له الدوالي ووقفت عم تطلع على المريض، أنا لازم أدعمه كمان بالمواد اللي تقوي النطاق وترجع تحرك المحرك مرة ثانية. هي بالنسبة للأشياء اللي نحن فينا نشوفها بالإيكو. والأورام لا سمح الله، طبعا مرقت علي حالات إنه هني مو دريان المريض، بتعمل إيكو بتلاقي عنده ورم، وقتها بهالحالة نحن بموضوع رحنا موضوع تاني، لازم يخزن النطاف تبعه لأنه نحن لازم نستأصل الخصية بشكل سريع. وحتى للسيدات لازم تفحص حالها إذا عندها مشاكل هرمونية أو رام ليفية حميدة أو ليفية، ولازم أنه فورا يشيكوا عن طبيب. مو بس السيدات، نحن شائع عندنا دكتور بالمجتمع انه بس السيده بتروح هي بتشيك على الدكتور اذا في تاخر بالانجاب، السيده هي اما طبعا. ما في ولا يعني زلمي بيروح عند 30% من اسباب تاخر الانجاب ذكوري. تمام، 30% من اسباب تاخر الانجاب ذكوريه، 29% مجهوله السبب والباقي نسائيه، بما معناه النساء لا يتجاوز قسم هون اكثر من 40% ل 45%. هلا كافه الاحوال نحن هلا شفنا هلا وضع السائل المنوي بشكل عام، لقينا في مشاكل، هلا نحن بدنا نبلش نشخص بقى وين المشكله، هل المشكله تحت منطقه الخصيتين ولا المشكله في الدماغ هون في الغده موجوده؟ تمام. انه في عندنا اكثر من امر بياثر، اولا موضوع التستوستيرون، شو وضع التستوستيرون بالجسم؟ ثاني شغله الهرمونات اللي بتنفرز من الغده النخاميه وبتاثر على موضوع الانجاب اللي هن اثنين اساسيين اللي هو الاف اس اتش ال اتش والبرولاكتين هرمون الحليب اللي هو مسؤول عند النساء لاعطاء الحليب للطفل. عند الذكور له وظائف ثانيه لسه مو مفهومه بشكل كويس، بس معروف انه اذا ارتفع بشكل كبير هرمون الحليب عند الرجال يؤدي الى تاخر الانجاب. اكيد وقتها نحن بنوجه حسب كل حاله ونشوف شو بدنا نسوي. اكيد شكرا لك دكتور، شكرا لمعلوماتك القيمه، ونشوفك اكيد بحلقات قادمه. الله يخليك، شكرا لك دكتور معتز شوي، شكرا كثير لك وعلى المعلومات يلي اضاءت لنا عليها اليوم، ناطرينك بحلقات جايه اكيد. الله يسلمك يا رب، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك.